واسيني بطلوني وسيلي البحث عن المراوغه ممتازه، البحث عن المرور داخل تخت العمليه تاعها كما قلنا فيها. نشاهد في الوقت اللي كان فيه المراوغه ممتازه من وسيلي، يعني حتى جماليات كره القدم الرابطة المحترفة هي أول مباراة له هذا الموسم أمام الكورال وسيني حسام، لاعب المتميز السابق لوداد تلمسان، أسماء ثقيلة فوق أرضية الميدان بالنسبة لفريق هلال شلغوم العين اللي يبحث عن ديكلي كرة مرفوعة وخروج ممتاز على مرتين للحارس رحمان. طارق وسيني ممتاز هذه المحاولة داخل منطقة العمليات وتدخل الدفاع. شباب قسم لنا منها الشوط الاول متقدم في النتيجه مباراه امام البيني كوكبو، ثم الانطلاقه هذه المره عن طريق وسيني. وسيني وسيني يتمكن من ارسال الكره ناحيه رفيقه بطروني، لكن فيها او سلطاني سلطاني قبل هذه اللقطه. الحارس مرسلي كرته طويله، البحث عن رفيق، البحث عن شعيبي او ناجي، ايضا بطروني على جهه هذا الكم الكبير من الكرات، ما نقول الكرات السانحه. شرفاوي نحن هيتليت عاود ترجع لي وسيني. وسيني البحث عن المراوغه، رفيقه من اجل البحث عن الانسجام، وبالتالي فالمدرب توفيق الرواح قال ان تقدروا الهلال في الخامس او السادس. مباريات بينية بين عناصر، ربما الهدف اللي كان يصعب على اي حارس صد هذه التسديده التي اصطدم، لكن ما يمرش انطلاقه ناحيه ناجي. مقابله وديه قبل انطلاق البطوله خلال التربص التحضيري الذي اقيم بستيف، لعب مباراتين وديتين امام رديف وفاق ستيف وامام اتحاد الشاويه لانشط. ثم كرة وسيني ناحيه بطروني، تعاود ترجع لوسيني، هي كره ممتازه ناحيه رفيقه ممتازه بناعم، هي له كره ممتازه اللاعب وسيني جدا شعيبي ادم. ثم كرة وسيني فيش تركيز بدوني من لقجه في تقديري، ثم الانطلاق على مرتين والان بعيد عن ضغط المباراه في الاقل في الثلاث. ليث المستخدم من فريق جمعيه وهران تبقى لمصلحه الهلال، ومحاول توزيع الكره كالتدخل تدخل اليسرى، ثم الانطلاقه عن طريق ناجي، ابحث عن التوغل، حافظ على كرته ممتازه ولكن صعب التربص. الاسبوع الاول مقابل امام جمعيه شريف كما اشرنا، وهذا اللقاء الثاني لمده اسبوعين في الاكاديميه التحكيم، يكون ايضا في مستوى تطلعات الجميع، وان يكون ايضا مساعدا من اجل مشاهده مباريات في المستوى. اول كره لفريق هلال شلغوم العين عن طريق وسيني، يرفعها داخل منطقه العمليه